اذكر صور الآثار المرسومة على العملة العراقية المتداولة حالياً. الدكتور مصطفى هو اللي كي بس خلينا نشوف شعار النص بالحرية اللي موجود بساحة التحرير. نص بالحرية اللي هو موجود بساحة التحرير. خلينا نشوف. أو نصب الشهداء. لا مو نصب الشهداء. خلينا نشوف. نصب الحرية. مش موجود. ما موجود ليش؟ لأن نصب الحرية ليس آثار. أستاذ باسل. مدينة أور. يقول مدينة أور. خلينا نشوف مدينة أور موجودة. خطأ. خلينا نشوف الآن. ستأمنة نسألك السؤال نفسه. اذكر صور الآثار المرسومة على العملة العراقية المتداولة حاليا. ما هي؟ واحدة. المدرسة المستنصرية. المدرسة المستنصرية. أقوى احتمال وأعلى احتمال. برافو عليك. المدرسة المستنصرية موجودة. إذا نسأل آمنة. آمنة تأخذون أنتوا السؤال لو تحولوه على الأساتذة من حقك لنا. ناخذ. تأخذوا. برافو عليك. تفضل أستاذ باسل ودكتور مصطفى. يلا خلينا نشوف الآن. برافو برافو. يلا إذا نبدي نشوف الدكتور عمر. دكتور عمر اذكر صورة الآثار المرسومة على العملة العراقية. حصن الأخيضر. حصن الأخيضر. حصن الأخيضر. الله هذا حلو. هذا قصر الأخيضر. حصن الأخيضر. حصن الأخيضر.